حدود منطقة الجزاء، هيشوط من هنا، هيسدد من هنا، باص هنا، واحدة هنا، مش تسلل، ورايح فخري، محمد فخري، هدف قاتل للمحلة، هدف قاتل للمحلوية في مرمى الأولمبوية، في الوقت المحتسب بدلا من ضائع، البديل محمد فخري اللي شارك بدلا من مهدي صبحي يتقدم في الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء والوقت الضائع للمباراة عشان يفرح المحلوية. الله عليك، تسلم رجليك يا ابني، الله عليك، تسلم رجليك يا فخري. ادي الكرة داخل منطقة الجزاء، سرق الجميع، ضحك على الباكات، راح خبطت في شمس الدسوقي عشان يقابل محمد فخري ويتقدم للمحلة بهدف قاتل في وقت قاتل. جميل اللي امام حضراتكم.